بالعاصمة الأردنية عمان أقامت الفنانة العراقية لينا الناصري معرضها اللي سمته رحلتي في بلاد الرافدين. هذا المعرض مستوحى من الفنون الخزفية المأخوذة عن النقوش والزخارف والرسوم اللي ظهرت على الجدران والفخاريات والأواني ببلاد الرافدين مختلف الحضارات، منها السومرية والبابلية والأكادية والآشورية. فريق عمل تراشي حضر حفل الافتتاح وصور جوانب من معرض لينا الناصري. طبعا معرض الفنانة لينا معرض متشكل متنوع، استخدمت معاجين خاصة بألوان أكريليك. طبعا هي ما تلاعبت بأي رموز عراقية أو رسمات سابقة موجودة في العصور القديمة في الحضارات العراقية، بل بالعكس هي وضعتها كما هي، لكنها لعبت وغيرت بالألوان، أعطت ألوان زاهية أكثر، برزت فكرتها أكثر. هي فنانة تحب التاريخ والحضارة العراقية وكل ما فيها من أشكال ورموز، واستخدمت أيضاً التنقيط بالمعجون ليكون بارز بلوحاتها أكثر، بيعطي الفكرة كما هي منحوتة على الجداريات في العصور القديمة العراقية وحضارتها. نتمنى لها إن شاء الله في معرضها النجاح والتوفيق. معرضها جميل وناجح، وهي شخصية أيضا جميلة وناجحة، ونتمنى لكل الفنانين العراقيين إن شاء الله أن يكون مستقبلهم ومعارضهم بهذا الجمال وهذه اللوحات الزاخرة بالألوان. المعرض كلش حلو، أنا دائما أحب أروح معارض فنية عراقية، لهذا اليوم جيت للفنانة لينا الناصري. حبيتها لأن يذكر العراقيين بتاريخ السومري والبابلي والآشوري، وأنا أدعو كل الشباب أن يجون لهذا المعرض، بالإضافة يتميز إلى أنه يعني بألوان مميزة وحلوة. بصراحة المعرض جميل جدا للفنانة اليوم، احنا كمغتربين عن العراق حلو نشوف فنانة تجيب لنا تاريخنا وتذكرنا بالتاريخ الآشوري والتاريخ البلد العظيم، فبصراحة المعرض جميل جدا واللوحات كلها حلوة، وحلو انه جابت لنا التاريخ شوفت لنا اياه وانطتنا نظرة عن التاريخ. معرض حلو وناجح وصعب، يعني شغلها كل الصعب وما شايفين من عنده يعني قبل، وإن شاء الله يا ربي. وبعدين مسويت فتشي كله قديم عن العراق، وهذا فتشي يعني نفتخر به احنا أكيد يعني، والله يوفقها وإن شاء الله في نجاح دائم.
الفكرة الأساسية هي أن بعد سرقة المتحف الصراحة، بعد الأذى اللي صاب نفوسنا يعني، والقطع الأثرية اللي كلها اختفت يعني تقريبا غالبيتها، واللي تكسر فحاولت كل أول سنة كانت بحث عن كتب ومصادر لأجمع الصور اللي تدلنا على هاي الآثار اللي انسرقت يعني. ثاني سنة والثالثة بديت أوثق هاي الآثار اللي موجودة بالكتب والشروحات اللي عليها، حتى أبرزها بصورة يعني حديثة أكثر شوي، ألوانها تتماشى مع العصر اللي إحنا بيه والناس تتقبلها كألوان يعني، لأن تعرف دائماً ما توصلنا نفس الألوان يعني، غالباً تكون رمادية أو شيء. فحتى أبرز هذا الشيء وحتى الناس تطلع على خبايا هاي الحقب. طبعاً هو المعرض يتناول عصور ما قبل الميلاد فقط وليس بعد الميلاد، كلها يعني سومري، بابلي، أكدي، آشوري، ويوضح للناس شلون يعني مثلاً مو بس أسد بابل، بوابة بابل أو أشتار أو هاي، لا أشياء مثلاً أعشاب كانت في تلك الحقب استخدمها الفنان الأول، طيور كان يرسمها أو ينحتها، غزلان، كمان آلهة، الآلهة اللي كان يعبدها.